ما العلاج لمن يخاف من الموت خوفا شديدا ولكنه لا يعمل أعمالا كثيرة تقربه إلى الله؟ وفي بعض الأحيان يأتيه تفكير عجيب فيقول: ليس هناك موت ولا بعث، وليس هناك أنبياء. وأحيانا أعاذنا الله من هذا يقول: ليس هناك رب وليس هناك موت. ثم يعود بعد قليل إلى عقله ويستغفر لقوله. فماذا تنصحونه وما العلاج في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا عنده وساوس شيطانية، يجب عليه توبة إلى الله وترك هذه الوساوس والإكثار من ذكر الله عز وجل، ولا تضره هذه الوساوس ما دام لم يتكلم بها. قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فعليه أن يرفض هذه الوساوس وأن يتوب إلى الله ويقبل على ذكر الله وطاعة الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن الشيطان إذا وسوس لابن آدم فقال له: من خلق الله؟ فإنه يجب عليه أن يقف عند ذلك، أن يتوقف عند ذلك ويقول: آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه. آمنت.